توترات متصاعدة يشهدها حوض متوسط قبالة السواحل الليبية، خاصة بعد تصريح أنقرة بقيامها بمناورات عسكرية بحرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة التوتر في المنطقة خصوصا من الجانب المصري، حيث أعلنت وسائل إعلام مصرية أن الجيش المصري يستعد لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا تسمى حسم 2020، وذلك ردا على إعلان تركيا تنفيذ مناورات في البحر المتوسط. ونشرت قناة القاهرة والناس المصرية في تدوينة لها على موقع تويتر إن القوات المسلحة المصرية بأفرعها الرئيسية تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، مما يعني أن المناورات ستكون قرب الحدود التركية. وتأتي المناورات العسكرية المصرية بعد يوم واحد من إعلان القوات البحرية التركية أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة. ونقلت وسائل إعلام تركية عن سلاح البحرية التركي أن المناورات المرتقبة سيطلق عليها اسم نافتكس، وتجرى قبالة السواحل الليبية في ثلاث مناطق مختلفة، ويحمل كل منها اسما خاصا وهي أسماء جنود في البحرية العثمانية. وأضافت أن هذه المناورات ستجرى قريبا، وهي بمثابة تدريب تحسبا لاندلاع أي حرب في شرق المتوسط. ويأتي الرد المصري على هذه المناورات خاصة بعدما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاهزية القوات المسلحة المصرية للقتال ووضعه للخطوط الحمر، وتأكيده أن التدخلات الغير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، تصاعدات وردود أفعال يرى مراقبون أنها ربما تكون بداية اندلاع حرب في المتوسط، حرب لن تكون فيها تركيا ندا لأساطيل الدول التي تكبح تدخلاتها الغير مشروعة فيه.